مفروسة قوي وزوجة مفروسة قوي. أنا مش عارف حضرتك مفروسة من الأستاذ ياسر رزق جوز حضرتك؟ يعني إيه اللي خلاك تفكري في التايتل ده مفروسة قوي؟ أصله حلو جذاب يعني. أولا اسمح لي حضرتك أقول لك عن شعوري وأنا قاعدة قدام أستاذ سمير صبري. الله يخليك. بجد بجد يعني أنا ده شرف ليا أعتز بيه وأحطه في السي في بتاعي. أقول لحضرتك إن إنك مش مفروسة وأنت قاعدة قدامي. خالص الحمد لله. أصل هي بتعمل إيه؟ مفروسة قوي في الإذاعة 5 دقائق يوميا الصبح الساعة 9، غير المسلسل الرائع اللي كان في رمضان اللي فات زوجة مفروسة قوي يعني. اتفضلي يا فندم. في 2005 كان بداية تطوير للصحافة القومية وكان في وجوه جديدة لرؤساء التحرير، فتم اقتراح صفحة للكتابة الساخرة. الصفحة دي نزلت أول أسبوع اللي فيها الحاجات الصغيرة. كانت أول أسبوع كلها عبارة عن زملاء رجالة بيعبروا عن يعني ما بيقولوش مفروسين يعني، بس كلهم بيتكلموا عن زوجاتهم. وطبعا بيقطعوا في الزوجات. فأنا يعني انفعلت جدا ودخلت الأستاذ محمد بركات، كان وقتها هو رئيس تحرير، وقلت له يعني لما يبقى فيه 5 بيكتبوا عن الست أو الستات بشكل عام وبيقطعوا فيهم ويعني مشرحينهم خالص، من حقنا ان احنا في كستات في الجورنال ان يبقى في ست بتتكلم بقى عن الرجاله. أيوة. يعني ما هو الحياه طرفين. صح. فقال لي طب اكتبي نجرب. قلت له انا يعني انا داخله اقترح ان حد يكتب مش انا. فقال لي لا اكتبي انت هنجرب فيكي. فكان تحدي، وانا يعني اي حاجه فيها تحدي باخدها بقى يعني. يا سلام. على اعصابي. دي برج ايه؟ التور. التور. صح. بتاع التحديات يعني. فقبلت التحدي، كتبت اول واحده. كتبت اول واحده يوميات زوجه مفروسه قوي. وبعدين قلت له يعني وانا بقدم لرئيس التحرير المقال، قلت له حضرتك لو قوي دي مش ماشيه ممكن نخليها جدا. قال لي لا ده هي كده زي الفل، خليها كده وانت بقى تلاقي وعدك. وفعلا لا ما استلقيتش وعدي، بالعكس الناس لقت قبول عند الناس. كانت بداية لكتابة ساخرة من المرأة، يعني بعد كده ظهرت كاتبات ساخرات في أماكن أخرى. من الرجل؟ لا كاتبات ساخرات يعني بعد كده. ساخرات من الرجل. ساخرات من الرجل. طبعا. لكن كان يوميات زوجة مفروسة قوي هو أول الطريق يعني. هو اللي فتح الباب اللي بعد كده يظهر كاتبات في جرايد اخرى يكتبوا على يعني على نفس المنوال يعني. ايوه. كان دايما في خوف ان الست تتكلم تقول يعني الراجل ده يعني لازم تتكلم باللغه العربيه الفصحى والى اخره يعني. السيد بقى وحاجات كده. طب قولي لي بقى الاستاذه اماني درغام، كان رد فعل الاستاذ ياسر رزق جوزك ايه؟ هقول لحضرتك ان هو كان حاضر وانا بقترح الاقتراح على استاذ محمد بركات في الاول. فاستاذ محمد بركات قال لي طيب الست تكتب كتابه ساخره من الرجل يعني هنسميها ايه؟ قلت له نسميها يوميات زوجه مفروسه. فرد الفعل الطبيعي اللي صدر من ياسر وقتها قال لي يا بنت اللذينه هتكتبي عارف اللي هيحصل بعد كده. صح. طبعا طبعا. هناك في ناس بتقول لك اولا يعني اتنين في مهنه الصحافه زوجين حضرتك والاستاذ ياسر، هل المهنه الواحده دي يعني احيانا في الفن لما بيبقوا الزوجين في مثلا ممثل وممثله بيبقى في نوع من الغيره الفنيه لنجاح حد عن التاني مثلا يعني قيل من ضمن ما قيل مثلا ان ايه لما فريد شوقي اتجوز هدى سلطان وكانت هي البيج بيج بيج ستار وبعدين نزل نجمها شويه وابتدى هو نجمه يصعد شويه ده وصلهم الى انهم يبقى في فراق يعني، هل في غيره فنيه في اتنين متجوزين في الصحافه؟
هو يمكن الاختلاف المجالات، يعني انا ما بشتغلش شغل ياسر ولا هو بيشتغل شغلي. أي. انا شغلي تحقيقات صحفيه ومراه وطفل لا النجاح وبيئه. لا ما هو هنا بيختلف بقى. آه. انا نجاحي في حته وهو نجاحه في حته تانية خالص، فما فيش الغيره. بالعكس انا بعتبر ياسر، ودي مش مجامله ولا قدام الكاميرا او قدام حضرتك، ان يمكن هو سر من اسرار نجاحي، انه دايما يقعد يقول لي لا مش هتقدري، لا العند بقى لا حاضر لا حاضر. على فكره بعد نجاح المسلسل يوميات زوجه مفروسه قوي في رمضان اللي فات، بعض الناس مش انا قالوا ان دي يعني هي نقول ايه سيره ذاتيه ليومياتك. لا هو الحقيقه يعني انا حسيت حتى ياسر مترقب ده، هو ما قراش ورق ولا شاف ورق ولا شاف حاجه. لكن انا حسيت ان هو مع اول حلقه مترقب يشوف ايه على الشاشه بقى، يعني هيتخانق ولا ايه اللي هيحصل في البيت. ما حدش غاظه وقال له كده، قال له دي لا. وبعدين لما شاف بقى واكتشف ان البيت ده مش بيته ولا الناس دول، الناس اللي عايشين معاه دي أسرة مصرية عادية موجودة، سواء كانوا الأبطال صحفيين أو مهندسين أو أطباء، فالحديث بيدور بهذا الشكل. فلما اكتشف إن ده مش بيته خلاص بقى معجب جدا بالمسلسل، وبقى يعني سبورتد ليا، وبقى بالعكس بقى حريص إن هو يشوفه كعمل فني. لأي حد لأي مدى داليا البحيري كانت بتعبر عن أماني درغام؟ لا هي مش بتعبر عن أماني درغام، هي بتعبر عن الورق، عن الورق اللي كاتباه أماني درغام عن إنجي. حضرتك مصمم؟ لا مش مصمم والله. عايزه اقول لحضرتك انا اعرف داليا من يعني من فتره كده، احنا لسه طبعا عندنا 15 سنه بقى اعرفها من شويه. كنا بنشتغل مع بعض في الفضائيه المصريه ايام سناء منصور. طبعا ايام مدام سناء منصور، ايام ما كانت الفضائيه المصريه. طبعا. فكان اول برنامج لداليا كنت انا برأس تحريره، كان اسمه الاوائل، احمد زكي ويسرى وعاطف سالم. يا سلام. الشخصيات الكبيره دي كنا بنروح بيوتها والخطيب ونعمل بقى حاجه عن حياتها، عن حياتها الشخصيه. يعني يقعد احمد زكي يكلمنا عن ام هيثم وفتره جوازه وحاجات، كانت الحقيقه من البرامج الحلوه اللي في الفضائيه. فداليا صديقتي، داليا لما المسلسل كان هتنتجه مدينة الإنتاج الإعلامي ورشحه داليا، أنا فرحت جدا بيها، لكن لظروف بقى الإخوان وكده ما أنتجش المسلسل. لما جاء المسلسل راح لها تاني، هي أول ما شافته قالت ده بتاعي. وعايزة أقول لحضرتك إن أنا وداليا على الشاشة حاسة إنها 100% هو ده. حلو قوي. حلو. يعني انا ده احساسي ككاتبه، انا اللي كاتبه المشهد ده. هو ده بالظبط كده. ده اللي دفعك تكتبي جزء تاني من المسلسل؟ اللي دفعني للجزء التاني النجاح الحقيقه، الحمد لله. يعني ان من نص رمضان او يمكن من قبل النص، بعد الحلقه العشرة بدا الناس يقولوا لي في جزء تاني، لازم اعملي جزء تاني. كملي. فانا بقيت يعني عارف حضرتك، لانها اول تجربه ليا، مش مصدقه او خايفه، يعني كل المعاني دي. يعني لما بقى اتاكد لي ده بان في ناس بتطلب لا لازم تعملوا جزء تاني، طب هتعملوا ايه، طب قولوا لنا افكاركم ايه، بدانا نقعد بقى انا واحمد نور المخرج والمنتج وداليا وخالد ونقول بقى. كلام طنط رجاء وانكل سمير اثر فيا قوي، وحسيت ان انا لازم اثق في نفسي اكتر من كده، وقررت إني ما قيمش حد ولا خلي حد يقيمني، وكمان قررت إني ما اهتمش برأي علي في فستاني الجديد، ولا أجرب إني أشوف إذا كان لسه بيغير عليا ولا لأ، ولا إذا كان شايفني أم أشرف خالص. على فكرة علي حبيبي لولو، إيه رأيك في فستاني الجديد ده؟ لطيف. يعني أروح بيه الشغل بكرة؟ روحي. بس انا حاسه ان هو محتاج يطول شويه. خلاص طوليه، بس هو قصير كده احلى. خلاص سيبي.
طيب الديكولتي متهيألي مفتوح شوية. خلاص داي بس هو أحلى وموديله كده. خلاص افتحيه. طيب الترتر ها؟ الترتر اللي على الوسط كتير شوية مش كده؟ خلاص اقفليه. هو ايه ده اللي اقفله؟ بقك يا حبيبتي، بقك يا انجي. خلاص اقفليه، اعملي في اللي انت عايزاه. خلاص خليني اركز بقى. يا سلام، ما تركز مع مراتك شوية يا علي مش كده؟ ايه مش قلقان؟ مش قلقان انزل الشارع كده؟ لا مش قلقان، كل الستات بتخرج كده عادي. ايوه يا علي، الستات كلها ما يخصكش، انما انا اخصك انت يا علي. ها مش انت كنت بتقولي كده زمان؟ انت ما بقتش تغير عليا ولا ايه يا علي؟ افتكر افتكر كنت بتقولي ايه. ده الترتر اللي على البادي بتاعك ده يتحط على بدلة رقاصة مش على لبس واحدة محترمة. قلتلك 100 مرة أنا ما بحبش الاسترتش ده، بيبان كل تفاصيلك. يا سلام، اشمعنى يعني الاسترتش ده؟ ما ده اللي كانت كاميليا لابسة زيه وما قلتلهاش عليه أي حاجة، بالعكس ده أنت قعدت تمدح فيها وفي شياكتها. أولا كاميليا ما تخصنيش، أنت خطيبتي وأنا بغير عليك. ثانيا كاميليا كانت لابسة تيشيرت فوق الاسترتش. تيشيرت يا هانم مش بادي. يوه يا دي الذكريات، يا دي الذكريات يا حبيبتي. دول شويتين بيعملهم اي واحد على خطيبته اول ما بيتخطبوا او على مراته اول ما بيتجوزوا وخلصنا. احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص يا انجي. يعني ايه خلاص؟ يعني انت ما بقتش تغير عليا؟ مش مساله غيره يا حبيبتي، انت دلوقتي ست متجوزه، باين عليكي قوي انك ست متجوزه. اي حد هيشوفك في الشارع هيعرف انك ست متجوزه. يعني هيسيبوا البلاوي اللي في الشارع دول ويعكسوكي ليه يعني؟ يا سلام، يعني ايه الست المتجوزه دي؟ ايه جربه ما حدش يبص لها؟ مش النظريه. طب انا راضي ذمتك، من يوم ما اتجوزنا في مره حد عكسك؟ بلاش دي، حد بصلك ولو حتى بالغلط؟ بالغلط بس مش هي دي النظريه. لا هي دي النظريه. بص يا انجي، الست قبل ما تتجوز بتبقى عامله زي التلفزيون الملون اللي معروض في محل أجهزة منزلية لزوم الإبهار والصورة. أول ما بتتجوز بيتقفل، أهو بيفضل تلفزيون بس مطفي. هقعد أتفرج على إيه أنا بقى؟ يعني أنا تلفزيون مطفي علي؟ ما بتشوفش فيا أي حاجة؟ لا يا حبيبتي، بشوف من وقت للتاني. يعني مثلا لما أحب أشوف فيلم عربي قديم، مسلسل كئيب، وأقفل تاني بعد كده. طب ايه رايك بقى يا علي، انا هقطع عليك الارسال خالص. لا هتشوف فيلم عربي قديم ولا مسلسل كئيب، مش هتشوف غير عالم الحيوان. يلا الطف يا لطيف.